ما تبصش لوساخه ايدينا وبص على الحلو اللي فينا. تحضر الاخضر وازرع معانا كيس مخروم وتربه مخلوطه. الموضوع بسيط جدا، ونتحضر الاخضر سوا ونزرع حاجه ولو في البلكونه، تدينا اكسجين وهتدينا استفاده وهنشم ريحه حلوه وهيبقى الدنيا معانا جميله. نملى الكيس سوا، وبعد ما عبينا الكيس هنفضل مع بعض علشان نهيس. الزرعه الجميله تخلي اوضتك ريحتها حلو. الزرعه اللي احنا هنزرعها دي، معلش الريش ده من السماد اللي انا بجيبه وبعص ايديا عادي عشان خاطرك، وانت مش عايز تدوس على علامه المتابعه مع اني بحبك، خليك معايا. وبعد ما ملينا كيسنا وروقنا حالنا هنزرع بقدونس. شوف التجاوي بتاعت البقدونس، موضوع بسيط جدا. حضر الاخضر شويه ميه من حوالينا ونغسل يا عم ايدينا على يمكن تحبنا وتدوس على علامه المتابعه حبا فينا، بس للي رب احسن من اي حد.